hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to but I can't put nobody else. في كواليس الحلقة السابقة من نجم الأردن. وشو في بقى؟ ما باجيش أنا بالطريقة دي، أنا ممكن عوري. أفكر نفسي بيك. الشباب طلع عندهم موهبة جديدة غير الغنى. واتضح انه عندهم موهبة تمثيل. كل حب في الدنيا دي في قلبي لي. روح العب الزهر انت اللي عبلي وشتغل زهر؟ ولو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال ولو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال ولو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال اروح لأول واحد احتجت له في سؤال نصر بخطري ساعتها ودوان ديت الحال اعمل معي الصحانة واسنده لو مال وقف جنبه في المحن واكون طويل البال. أما فريق العمل فهو كمان كان له أجواء الخاصة. الحماس والضحك عناصر ما بتنقص بأي حلقة. مهند راح فين؟ هطلع للنجومية. إذا خلاص؟ خلاص هطلع للنجومية. وشادي جابر عايش فيها دور الأب الحنون. الجمهور بلش يجي واجه وقت الجد ولو انه مش جد كتير. وكالعادة البوس فارس الصايغ بيتواصل مع الجمهور قبل الهواء. ويا حرق حريش البلد. اما هاني متواسي فكان له اجواء خاصه مع المشتركين. يا مهرة سهوى ما غيرك اشكيني عن حلوة اصلا ويا عودي هوجي وهيك مشت الكواليس مرة شرقي ومرة غربي.
ضيوفنا في الجمهور كانت معنا الموهبة لما أبو غانم من النصر. بنشوفكم بكواليس الحلقة الجاية.